يغادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم مطار القاهرة الدولي متجها إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك في زيارة يرافقه خلالها وزير المالية أحمد كوجوك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب. الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين المصري والسعودي على تعزيز التعاون المشترك وبحث القضايا الإقليمية في ضوء متانة العلاقات القوية والاستراتيجية التي تربط القاهرة بالرياض. كما تستهدف زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له بحث سبل التعاون وفرص الاستثمار بين القاهرة والرياض.